العلو على الله بمعنى التكبر على أحكام الله سبحانه وتعالى، يعني أن الإنسان يسحق أحكام الله تحت إرادته ويقدم شهواته وأهواءه على رضا الله وعلى أحكامه. ما أمر به الله الإنسان يطيق بلا لماذا. في القرآن الحكيم الله تعالى يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله في كلامه ما كل ماذا، لماذا تفهم أكو، لماذا اعتراض ما. ولذلك في جملة من الأحاديث اسأل تعلل من ولا تسأل تعنتا. تعنتا يعني اعتراض، تفهما يعني استعلام. التواضع أمام الله فائدته الرفعة وأنت ترتفع. أكو في الحديث أن لله ملك يأخذ بناصية المتواضعين فيرفعه، وأكو ملك يأخذ بناصية المتكبرين فيضعه.